ازيك وعامل ايه؟ انا حبيت اتكلم عن الغرور او العنصرية الكريهة اللي بيلمسها الشخص بتعمقه في حياة الاوروبيين. لاحظها السوريين اللي دخلوا لجوء لاوروبا، لاحظوا عنصرية قوية في بريطانيا. طبعا في أيضا يوجد هناك بيقولوا فقاعة من العنصرية، يعني الناس محاطين نفسهم بفقاعة من العنصرية، هيك وصف الناس. ما بعرف، ممكن استجابة الشخص تعطي مجال للعنصرية. أيضا الشخص العنصري أظن هو طفل مغرور، فأنت أسلوبك هو اللي بيعطي مجال للعنصرية هاي. في استجابات معينة للتعامل مع الشخص العنصري، إلا إذا كانت حالة مرضية، يعني خلاص هو متشنج. أظن الأوروبيين عاملين مثل الطفل المغرور، يعني عنصريتهم تافهة، هم نوع من الهبز. هم عادة من سكان أوروبا، أصلهم فايكنج، وفيهم مزيج من الغجر. أيضا السكان الأوروبيين أعتقد إدمانهم على الخمور يجعل لهم بخليهم دائما مفلسين. يعني هذا هو سبب عنصريتهم، أو لأن الخمرة سيئة جدا في حالة انقطاعها، والخمرة طبعا غالية حتى حتى في الدول الأوروبية. فالشخص العربي بيلمس العنصرية اللي فيهم، عنصرية كريهة. طبعا ما ننساش دور الإعلام ودور الأحداث الأخيرة وأحداث داعش ومش داعش، والصورة السيئة اللي بيعطيها العربي هناك. كمان العرب اللي مولودين مثلا في أوروبا، مثل العرب المولودين في الجزائر، في فرنسا، مواليد فرنسا مثلا، عملوا مشاكل في فرنسا، وإشي قتل طالب، إشي قتل مدرس، إشي، فهم أعطوا صورة مشرفة. يعني صراحة هم الأجانب عامة عنصريين مع العرب ومع غير العرب. أعتقد عنصريتهم الكريهة سببها الخمرة، انقطاعهم عن الخمرة، لأن الخمرة مكلفة، يعني بجوز تأكل كل المدخرات وكل الراتب. فبتلاقي إنه الواحد بيحاول يعوض الشعور بالذنب، يعني انقطاعه عن الخمرة، بيحاول يعمل نفسه مميز. وهذه زي ما بيقولوها حيلة دماغية، انه بحاول يكون مميز بأي طريقة. بحاول يكون مميز، هي حيلة دماغية، حيلة طفولية، يعني حيلة يستخدمها الطفل كثيرا. الشخص العنصري افضل شيء انه ما يكونش عنيف جدا. اذا ما كانش عنيف جدا ممكن استخدام بعض التقنيات، يعني مثل صدوا بطريقة معينة. لها التقنيات بيعرفوها البعض، يعني لأنه عنصريتهم كريهة صراحة، كريهة. لازم أبسط شيء إنه نحسسه إنه هو عنصري، أو نحسسه إنه العنصرية كريهة، لازم يشعر من داخله. أما هيك ماشي الأمور، يعني مش حاسين هم فيها، لأنهم ما بتعرضوا فيها من الآخرين. المهم إن شاء الله في يعني حلقات أخرى نحاول نبحث عن مسببات العنصرية، ممكن سبب إلحادهم، ممكن أسباب أخرى. اخبطوا لنا 5 مليون لايك ومشاركة. تحياتي.